انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الصين وقال إن سياستها الخارجية تتسم بالعدائية الشديدة. كما أوضح بلينكن بأن السلطات الصينية تتصرف بشكل أكثر قمعا في الداخل. فهل تشهد العلاقات بين واشنطن وبكين تصعيدا خلال الفترة القادمة؟ وهل تعد تصريحات بلينكن مقدمة لإجراءات قد تتخذها إدارة بايدن للتعامل مع الملف الصيني؟ انتقادات متجددة من الولايات المتحدة للصين وصلت إلى حد اتهام واشنطن لبكين بانتهاج سياسة تتسم بالعداء الشديد. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن صب جام غضبه على الصين قائلا إنها تتصرف بشكل أكثر قمعية في الداخل وأكثر عدوانية في الخارج. بلينكن زاد من حدة انتقاداته معتبرا أن الصين هي الدولة الوحيدة التي لديها القدرة على تقويض النظام الدولي، لكنه استبعد وقوع نزاع مسلح معها. تصريحات وزير الخارجية الأمريكي تضاف إلى أجندة الخلافات الثقيلة بين البلدين، ومنها اتهام واشنطن لبكين بسرقة الملكية الفكرية لشركات أمريكية، كما أن أزمة تايوان محل خلاف دائم بين واشنطن وبكين. إذا أكدت الإدارة الأمريكية أن لديها التزاما ثابتا بضمان أن تتمتع الجزيرة بالقدرة على الدفاع عن نفسها، موقف يأتي وسط تصاعد التوتر مع بكين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها. يضاف إلى ذلك انتقاد الولايات المتحدة لقانون الأمن الجديد التي فرضته الصين بشأن هونغ كونغ، والذي يجرم ما سمته بكين المطالبة بالانفصال والتواطؤ مع القوى الأجنبية ويفرض قيودا على تنظيم الاحتجاجات. كما حذرت واشنطن بكين مرارا من عواقب تحركاتها في بحر الصين الجنوبي، حيث تنشب خلافات بين بكين وعدد من دول الجوار بشأن السيادة والثروات الطبيعية. ويرى مراقبون أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة عادت للتوتر بعد فترة أولية اتسمت بالتهدئة بعيد وصول إدارة الرئيس جو بايدن إلى الحكم. ينضم إلى من واشنطن الخبير الاستراتيجي الديمقراطي إيريك هوي، وأيضا سيكون معنا بعد قليل الإعلامي الصيني نادر رونغ هوان من بكين. أبدأ مع ضيفنا الخبير الاستراتيجي في واشنطن سيد إيريك هوي. سيد إيريك هوي، هل ترى بأن العلاقات الأمريكية والصينية ستعود إلى واجهة التوتر من جديد بهذه التصريحات التي عبر عنها وزير الخارجية أنتوني بلينكن؟ الذي هو واضح هو أن الوزير بلينكين أراد إرسال رسالة واضحة إلى الصين والقيادة الصينية والصين بشكل عام بأن أمريكا تولي اهتماما مهما لما يحدث في الصين، سواء القمع الداخلي أو التعامل مع هونغ كونغ، وأنها تراقب عن كثب كل تلك الأعمال العدوانية التي تقوم بها الصين على الساحة العالمية وكذلك في بحر الصين الجنوبي، وأيضا ما تفعله اقتصاديا عبر سرقة الملكية الفكرية وأيضا كل تلك الأنشطة. ويبدو أن الأمور ستتوتر فعلا في الأشهر والأعوام المقبلة إذا لم تغير الصين تصرفاتها وسلوكاتها على الصعيد العالمي. ولكن معروف بأن الديمقراطيين في مسارهم في الحكم عادة ما ينتقدون يعني ملف حقوق الإنسان، يعني وهو أحد الملفات المهمة بالنسبة لأي رئيس ديمقراطي. هل تعتقد بأن الأمر أيضا يدخل في هذا الإطار سيد إيريك هوي؟ نعم، الصين هي عضو في الأمم المتحدة، وهي وقعت على العديد من الاتفاقات وعلى شرعات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولذلك عليها أن تلتزم بتلك التعهدات وأن تحترم الحقوق الأساسية للإنسان وأن تظهر بأنها عازمة على تغيير ما فعلته
في الصين، وما يظهر من سلوكاتها سواء في عدد من المقاطعات أنها تبتعد عن الاحترام لهذه الاتفاقات. لذلك على الصين أن تأخذ الأمر بجدية. أمريكا ستواصل انتقاد الصين والضغط في هذا الملف، وسواء تحدثنا عن الصين أو خارجها. وجو بايدن هو يريد أن يكون أقل صرامة مع الصين، لكن شرط أن تعود إلى صوابها في احترام الاتفاقات، وهو نهجه مخالف لترامب. لن يكون ينهج نفس السياسة التي نهجها ترامب، وهذا يشمل الاقتصاد وحقوق الإنسان وكذلك بعض المجالات مثل تعاملها مع تايوان والمناورات العسكرية. سيد نادر رونغ هوان من بكين، هذه التصريحات التي وصف فيها بلينكين سياسة الصين بالعدائية الشديدة، كان هناك أيضا في كلماته انتقاد لملف حقوق الإنسان وما سماه بالقمع في الداخل الصيني. كيف تنظر بكين إلى هذه التصريحات للإدارة الأمريكية الجديدة، والتي يبدو بأن التوتر مستمر فيها ولن يتغير كثيرا عما كان أيام دونالد ترامب؟ هناك نعتقد أن ما يسمى بالتحديدات الصينية أو حقوق الإنسان ففي نعم سيد نادر، يبدو بأن الاتصال قد انقطع بالسيد نادر. خليني أذهب إلى السيد إيريك هيوي الخبير الاستراتيجي الديمقراطي في واشنطن. يعني هل حقيقة ما يقلق إدارة بايدن هو ملف حقوق الإنسان وما تسميه بالعدائية الشديدة، أم أن هناك أسباب معروفة يعني كان قد ذكرها ترامب خلال حكمه فيما يتعلق بهذه الحرب الاقتصادية بين البلدين، أيضا هذا الصعود في ما يتعلق للصين كقوة تكنولوجية في المنطقة؟ كل هذه الأمور تتداخل وهي صحيحة، وأعتقد أن حقوق الإنسان نعم هو أمر قائم، كذلك الصين كانت وما تزال قوة اقتصادية وهي متصاعدة في هذا الاتجاه، والولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضع القواعد بشكل واضح حتى تحترم الصين قواعد التجارة العالمية. كذلك لابد من وضع خطوط حمر فيما يخص تلك الأمور العسكرية، وخصوصا في بحر الصين الجنوبي وفي أماكن محاذية. وبالتأكيد حقوق الإنسان يحتل أهمية قصوى بالنسبة لإدارة بايدن، وستواصل الضغط على الصين. هذه مجالات ثلاثة تركز عليها إدارة بايدن، وأعتقد أن الأمر يتعلق بقواعد النظام العالمي، وعلى الصين أن تحترم هذه القواعد بما أنها عضوة في منظمة الصحة العالمية، وأن تحترم سيادة الدول الأخرى، وبما أنها عضو في الأمم المتحدة أيضا، لأن ما تفعله مع تايوان وهونغ كونغ يظهر عكس ذلك. وأيضا يجب ألا تسرق الملكية الفكرية، وألا تنتهك عددا من الاتفاقات الدولية التي وقعتها مسبقا. وكذلك فيما يخص حقوق الإنسان يجب أن تتوقف عن ذلك الانتهاك المتواصل لتلك الحقوق، ولذلك بايدن سيواصل. ولكن إن سألتك سيد إيريك هيوي عن أهم وأبرز تهديد صيني للولايات المتحدة، أين يكمن؟ أعتقد أنه من المهم ما قاله الوزير أنتوني بلينكين، لا نريد ردا عسكريا، لا أحد يريد نزاعا عسكريا لأنه لن يخدم مصلحة أي طرف. الصين وأمريكا يعيشان في عالم مترابط، وطبعا هما عضوان دائمان في مجلس الأمن، وتربطهما الكثير من العلاقات في شتى المجالات. لذلك ليس هناك ما
مصلحة في التصعيد. في الوقت نفسه مع بداية إدارة بايدن رأينا بعض المؤشرات لاستخدام الدبلوماسية مع الصين وعدم التصعيد معها، وذلك خلافا لما كان في عهد ترامب. ولذلك أعتقد أن بايدن يريد أن يظهر للصين أن هناك أمور مقلقة وهناك بعض المخاوف الاقتصادية وكذلك العسكرية وفي مجالات أخرى، وأن هناك تحديات الآن قائمة من الصين، لأن الصين تريد أن تأخذ دفة قيادة من الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا هناك عدد من المؤشرات التي تظهر هذا التصاعد المتنامي للصين لكن دون احترام القواعد الدولية. نرى هذا الصعود الاقتصادي الجيوسياسي وجودها في إفريقيا ودول أخرى، وبطبيعة الحال الأمر لا يتعلق بالحرب الباردة كما كان في السابق، لكن نريد أن يكون هناك احترام للقواعد الدولية، وهذا ما تريد أمريكا أن تقنع به الصين. يمكن التنافس مع الصين لكن مع احترام القواعد التجارية. قد تكون هناك خلافات لكن يجب أن نحترم القواعد. عودة إلى ضيفنا في بكين الإعلامي الصيني نادر رونغ هوان، لأنه انقطع الاتصال به قبل قليل، يعني كنت أتمنى تشاركنا أكثر في هذا الحوار سيد نادر، ولكن يبدو أن هناك مشكلة تقنية في الاتصال بك. عموما يعني هناك خلافات كثيرة بين الصين والولايات المتحدة، لكن هناك تحديات مشتركة أيضا سيد هوان، متعلقة بالأمن الصحي العالمي، متعلقة أيضا بتغير المناخي. أي ملفات ربما برأيك ستلين العلاقات بين واشنطن وبكين وترغمهما على التعامل مع الأمر الواقع؟ فنحن هنا في الصين نعتقد أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة هناك يعني مجالات كثيرة يعني يسوب للصالح الجانبين والعالم كله. مثلا في التغيرات المناخية وكذلك الوقاية من الوباء وكذلك التجارة العالمية، وهناك كثير من المجالات يمكن التعاون فيه. والصين دائما تدعو إلى التعاون والفوز المشترك. طيب يا سيد نادر، ولكن هناك انتقادات من وزير الخارجية الأمريكي وصف فيها الصين بانتهاج يعني عدائية شديدة. كان هناك انتقاد أيضا للتعامل ما يتعلق بحقوق الإنسان أيضا في الصين. كيف تتعامل بكين مع هذه الملاحظات أو هذه التصريحات من وزارة الخارجية الأمريكية؟ أولا أريد أن يعني أوضح موقف الصين في هذه القضايا. تعتقد أو تؤمن بكين دائما أن الديمقراطية ليس يعني ليس مثل كوكاكولا يعني بنكهة واحدة في العالم، فالظروف الدولة تختلف من دولة من دولة أخرى. ف يجب أن نحترم يعني الاختيار الدول الأخرى، ولا يجب أن نفرض إرادتنا على غيرنا. فيجب أن نحترم الاختيار الدول المختلفة حسب ظروفها. فهذا هو موقف الصين في هذه المسألة. فكذلك حول حقوق الإنسان، فالصين تريد أن يعني تجعل ما تريده هو سوى جعل حياة المواطنين أفضل وأكثر استقرارا في البلد. فأعتقد يعني هناك خلافات في بين الصين والولايات المتحدة في هذه النقاط، وذلك طبعا بسبب الاختلاف القيم والثقافات والنظم الاجتماعية والاقتصادية والتاريخ حتى.
يعني ولكن الصين تريد التعاون مع الولايات المتحدة رغم وجود هذه الخلافات. إذن السيد هوي، هناك رغبة من بكين في التعاون مع الولايات المتحدة على الرغم من الخلافات. إلى أي مدى بايدن مستعد برأيك للتعاون مع الصين والابتعاد عن سياسة ترامب؟ لأنه أنت قبل قليل قلت بأنه السياسة ستكون مختلفة عما انتهجه ترامب، ولكن هذه التصريحات لا تعكس ذلك سيد هوي. هناك أشياء جديدة تستحضر في عهد بايدن، العدالة الاقتصادية، حقوق الإنسان، وكذلك الوصول إلى الأسواق. وبطبيعة الحال مع إدارة بايدن وكما قال أنتوني بلينكين سيكون هناك صرامة. كذلك ورغم كل هذا هناك مجال للحوار، للنقاش، وأيضا للشراكة الاقتصادية في عدد من المجالات. وهناك سيناريوهات عديدة مثيلة أمامنا، حيث إن الصين يمكن أن تجلس مع أمريكا ويناقشان مدى إمكانية التوصل إلى اتفاقات عن الرسوم الجمركية وكذلك التجارة العالمية ومواجهة جائحة كورونا. سنفعل قصارى جهدنا من أجل تحسين الاقتصاد العالمي عبر التعاون معا. لذلك يمكننا القول إننا قد نتوقع حدوث سيناريوهات متعددة، ولكن يجب أن يحدث ذلك بناء على أرضية مشتركة وعلى الصين بالتالي أن يظهروا للعالم أنهم يحترمون سيادة القانون وخصوصا حقوق الإنسان والقواعد الاقتصادية ومجالات أخرى. هذا ما نطالب به الصين، وإذا تمكنوا من فعل ذلك فإن أمريكا ستواصل العمل معهم. هل هناك استعداد سيد نادر رهوان صيني لتحسين وضع ملف حقوق الإنسان؟ يعني داخل الصين؟ نعم طبعا أكيد. نعم، وهناك أعتقد أن وضع حقوق الإنسان في الصين يعني ظلت جيدة، لأن يمكن أن نرى، أنا زرت المناطق شينجيان والأقليات الأخرى، وما رأيته هو أن الحياة تتحسن، وهناك حرية دينية ليس كما وصفت الوسائل الإعلام الغربية، وكذلك كثير من الأصدقاء الإعلاميين من الخارج أتوا إلى الصين إلى تلك المنطقة ورأى يعني هناك لا يوجد هناك أي يعني الضغوط أو ما يسمى بالإبادة الجماعية أو انتهاك لحقوق الإنسان. ف يمكن أن نرى أن هناك كان هناك القوة الانفصالية، يعني دائما يحدث الانفجار أو هجمات إرهابية، ولكن خلال يعني أكثر من 3 سنوات الأخيرة وبعد يعني مع يعني الحوكمة الجيدة من الحكومة المحلية، فلان لم يحدث أي هجمات إرهابية، فالحياة المواطنين يشعرون هناك بالطمأن يعني بسعادة أكثر، فليس كما كان الخوف من الإرهابية وهكذا. أنا يعني هذا تجربتي حقيقية مع الزيارة والتواصل مع الأصدقاء والأهل المنطقة هناك. شكرا للإعلامي الصيني نادر رونغ هوان في بكين. ينضم طبعا عفوا أشكر أيضا في واشنطن الخبير الاستراتيجي الديمقراطي إيريك هيوي. شكرا جزيلا لكما.